اليوم نظر في القضية رقم 12 لعادل أنور جابر الشهير بالقنصل أخطر مزور بالإسكندرية. يا ولد أنا مش مستريح لك من ساعة ما شفتك. أنت مين؟ دي شهادة ميلادي. إيه رئيس من الوقت؟ تحب أطلع لك واحدة دلوقتي إن أنا بتشريهان؟ ده أنت لنتك سودة. حرام عليكم تاخد لها بقى. إرهابي من العرب يا ماما. إن لله وإنا إليه راجعون. من ناحية إن حضرتك ما عشتش حياة نظيفة ربنا يقدرك إن شاء الله. والدي أنا دايخ. أنا أول مرة دلوقتي أعرف يعني إيه حب الأب. تطلب تلاقي كل اللي أنت عايزه. يا سياسة يا سرافل. ده أنت وزة صحيحة يا بنت. ما تعرفش الأستاذ عادل ساكن فين؟ أحب الأكبر لد. إحنا بقى نقضيها أصبح وكاتسة. كنا اتفقنا يعني أحب قلت شديد الأهمية خاصة. لا أنا قلت قر. بتقول اختي بوسي وبنت عمتي. ايوه بنت عمتك وكده. تشربي ايه؟ ها ما هو شربني. شربت؟ طب حس كده بقى يبقى عاشور. اعوذ بالله من الفلوس اللي تيجي من ورا المعصيه. اتسجنت كتير ومستعد احلف لك ان اللي انت شفته في السجن كومي يا والدي وان انا شفته في المعتقل كوم تاني. انا القنصل ايدي ترعش وانا بضرب فيزا. محتاجين صلاح الدين الايوبي من تاني. ما تقنعه. ممكن اروح دوره الميه؟ مفيش بس. واذا كان على الشغل خلاص اشتغل مع ابوك. اشتغل مع ابويا. عايزك ترجع لصوابك يا واد. انا عايزك تبقى احسن واحد في الدنيا. اسمع كلام ابوك. اعوذ بالله. امال فين السبايك اللي ضيعت جيل بحاله؟ مصبور واحد هتصفر بيه خمس ست زباين. احنا ما بنشتغلش غير في الانسان. اسمع كلام ابنك. ده انت القنصل. هتقتله وهقتل ابني لو خرج شرع الله. يعني تفكر وتخطط وكيف؟ معاك يا ابني القنصل.